N1 الذي يسمح لنا بتعديل وتجميع عملة الروبل الروسي. إذا أول شيء نتناوله هو طريقة شرح عملية التسجيل في موقع. التسجيل في موقع فقط تطلع هنا اللوجين ثم الإيميل ثم تقوم بكتابة كلمة المرور وتقوم بتأكيدها من هنا ثم تضغط على زر التسجيل. أنا سجلت من قبل في الموقع فأذهب مباشرة تسجيل الدخول في الموقع ثم تضع اللوجين الخاص بك ثم تضع كلمة المرور ثم تضغط على تسجيل الدخول. تظهر لك هذه الواجهة مباشرة. أول شيء تقوم به هو بالضغط هنا ثم يظهر لك زر هكذا ثم تقوم بالضغط عليه لتفعيل حسابك فيأتيك لتفعيل حسابك. عند الضغط على ذلك الزر تأتيك رسالة على الإيميل بها رابط تضغط على ذلك الرابط فبذلك تقوم قد فعلت حسابك. ثم تذهب مباشرة إلى تحديد تفاصيل السحب أو الإيداع في الموقع فتضغط على حدد التفاصيل ثم تختار نوع البنك الذي تريد السحب أو الإيداع منه. فأنا مثلا لدي حساب الباير الذي أتعامل معه فتضع رقم حسابك البنكي ثم تضغط على حفظ فبذلك يبدأ عملية التعديل. هذا الموقع يمنح لك طريقتين للعمل، هناك العمل المجاني والعمل عن طريق الاستثمار. في العمل المجاني فقط تضغط هنا كما هو ظاهر الآن ثم تذهب إلى عن طريق تصفح المواقع كما نعلم الجميع فقط تضغط على أحد الإعلانات ثم تنتظر العد التنازلي. إذا ننتظر العد التنازلي ثم نرجع إليه. عند نهاية العد التنازلي يظهر لكم بهذا الشكل ثم تقوم بعد النجوم. إذا كنت تلاحظون هناك 5 نجوم فتضغط على رقم 5 وبهذا يضاف هذه القيمة إلى رصيدكم. إذا أما الطريقة الأخرى وهي طريقة عن طريق قراءة الحروف، وهذه الطريقة فقط عند الضغط عليها يظهر لكم سؤال وتختارون الجواب. عند الضغط على هذه يظهر لك سؤال هنا فيمكنك ترجمته عن طريق الترجمة عن طريق جوجل هكذا ثم تقوم إلى هكذا ثم ترى ماذا تحصل للبحث. طبعا الترجمة ليست 100% ولكن المهم مثلا تختار هذه هكذا وتنتظر الجواب جوابك هل هو صحيح أم لا. إذا الجواب صحيح، لو لم يكن صحيح لما أعطاني العد التنازلي. لما يكون خاطئ يكتب لك مباشرة بأن ذلك السؤال خاطئ هكذا كما تلاحظون. نعد كم لدينا نجمة هنا 1 2 3 فنضغط على 3 وأضيفت إلى رصيدي 5 نقاط. نذهب مباشرة إلى الموقع كما تلاحظون هنا لدي 4.50 نقوم بعملية الفلاش للصفحة كما تلاحظون أضيفت القيمة إلى حسابي. ثم الطريقة الأخرى هي عن طريق مشاهدة فيديوهات اليوتيوب التي تظهر في الموقع. تظهر لك هنا حوالي مثلا في الفترة الصباح يظهر لك في 2 من الفيديو أو 3 فيديوهات تقوم بمشاهدتها وتضاف القيمة إلى رصيد الاستنتاج. أما فيما يخص عن الأجزاء 3 هذه عن طريق اللايك أو الديسلايك أو متابع اليوتيوب فهذه تخص أصحاب القنوات لمن يريدون الحصول على لايكات على فيديوهاتهم أو إضافة زيادة عدد المتابعين لقنواتهم، هذه لا تهمنا. أما طريقة أخرى فهي عن طريق القيام بهذه المهام. إذن وللحصول على المكافأة اليومية فقط تضغط هنا هكذا ثم تضغط على المكافأة اليومية ثم تضغط على هذه الصورة هكذا تغلق ثم يظهر لك هنا نقاط المكافأة هكذا وتقوم بعمل ريفرش للصفحة ثم تضاف إلى القيمة المكافأة. ولزيادة أرباحك أيضا يمكنك شراء الأسهم. إذا كما تلاحظون هذه قيمة التعدين اللي ربح من هذا الموقع مثل موقع موتور ماني الذي يضع الأسهم الخاصة به مثلا عن طريق يمثلها بسيارات مثلا بقيمة 10 روبل وسرعة التعدين بصفرين 0.034. في هذا الموقع فقط تلك السيارة في موتور ماني تسمى هنا أسهم وهذا هو الاسم الحقيقي هو أسهم وليس سيارة أو غير ذلك. إذا كان لديك في رصيد الأسهم 10 روبل يمكنك شراء سهم. إذا وسنريكم طريقة بعد قليل إن شاء الله. وللسحب من الموقع فقط تضغط على زر سحب هكذا ثم تختار نوع الحساب الذي حددناه من قبل كما تلاحظ هنا هذا رقم حسابي ثم تضغط على عملية السحب هكذا تم الدفع بنجاح. نقوم بريفرش للصفحة هكذا كما تلاحظون أصبح في حسابي 0 في رصيد حسابي كما تلاحظون هنا في حسابي لدي 25 روبل. نقوم بريفرش للصفحة أيضا هكذا كما تلاحظون أصبحت 30. إذا الموقع صادق في عملية الدفع. الآن وسأريكم كيفية الإيداع في الموقع. للإيداع في الموقع فلا تضغطوا هنا، لستم معنيين بهذه هذه الخانة للسحب من الموقع من قيمة الاستنتاج. للاستثمار في الموقع وشراء أسهم يجب الإيداع هنا، والقيمة التي تستنتجها من الاستثمار تجدها هنا تقوم بسحبها من هنا وليس من هنا. هذه القيمة
خاصة بكل ما يتعلق بجزء العمل المجاني، وهذا القسم خاص بجزء الاستثمار كما تلاحظون، للإيداع واستثمار أو شراء الأسهم. لشراء الأسهم فقط تضغط على أعلى هكذا، ثم تضغط تختار الفاير، ثم تكتب مثلا هنا أريد الإيداع مثلا 10 روبل في هذا الموقع، أضغط أعلى هكذا، ثم أنتظر بعض الثواني لتحميل الصفحة، ثم أختار نوع العملة التي أودع بها، أضغط على روبل 10 روبل، ثم أضغط على كونفيرم، سيسحب من حسابي 10.10 روبل، ثم أنتظر بعض الثواني ريدايركت تو ذا بايمنت بيج هكذا. لديك رصيدي 30.06، أضغط كونفيرم. إذن تم الإيداع بنجاح كما تلاحظون هنا، أصبح من قبل كانت واحد هنا لدي 1.640، الآن أصبح 11.640. إذن مباشرة نذهب إلى لشراء سهم، فقط أضغط على شراء سهم هكذا، ثم أضغط على شراء سهم بقيمة 10 روبل هكذا، شراء سهم، تم شراء السهم بنجاح. إذن أصبحت هنا 1.640. إذن ستسرع عملية التعدين في الموقع. وشيء آخر أقول لكم، للإيداع في الموقع حذاري أن تقوموا من الإيداع من هذا الجزء، حذاري للإيداع في الموقع وشراء سهم يجب الإيداع من هنا كما تلاحظون هنا 10 روبل التي قمت باستثمارها، قيمة الاستثمار هي 10 روبل. إذن لا تخطئوا، إذا كنت تريد الإيداع في الموقع، إذا أردت الإيداع في الموقع لشيء قصد شراء الأسهم اضغط هنا هكذا وأكمل المراحل الأخرى. مفهوم؟ فهمنا إن شاء الله. إذن أما في خصوص رصيد توزيعة الأرباح فهذه الخاصية أضيفت اليوم فقط، فهذه القيمة رصيد توزيعة الأرباح تخص هذا الزر هكذا، ثم تضغط على الأرباح. لمن يريد الاستثمار وإيداع 50 روبل في هذا الموقع، 4 من الحزم كما تلاحظون هناك 4 حزم، مثلا الحزمة الأولى هي بقيمة 50 روبل، يجب أن تودع 50 روبل والاستثمار هنا، تودع 50 روبل وستحصل في الأخير على 1750 روبل. إذا لمن يريد فهم أكثر فقط يقرأ هذا النص، ترجم إلى العربية، استعمل جوجل كروم وترجم إلى العربية ستفهم كل شيء هنا. نحن الذي يهمنا هو العمل المجاني وكيفية الإيداع في الموقع، مثلا 10 روبل أو 20 روبل، القيم المعقولة وليست القيم الكبيرة. أما من يريد الاستثمار أكثر فقط يتوجه إلى هذا القسم ويضغط على أرباح ويودع. أما من يريد الحصول على رابط الإحالة فقط يضغط في هذا الجزء الإحالة الخاصة به، أنا لدي 0 إحالة، فقط تضغط على المواد هكذا وتقوم بنسخ رابط الإحالة الخاص بك هكذا، وتنسخ في المواقع التي تختص في الربح من الإنترنت في مواقع التواصل الاجتماعي، وكل شخص يسجل عن طريق رابطك تحصل على 10% من استثمارات الأرباح التي قام بها من المستوى الأول، أما المستويين الآخرين فتحصل فقط على 5%. إذن هذا ما لدينا في هذه الحلقة، نشكركم على المتابعة، ولا تنسوا الضغط على زر لايك لتشجيعنا على الاستمرار، ولا تنسوا نشر فيديوهاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي لكي تكبر عائلة هذه القناة. وفي الأخير أقول لكم نلقاكم في حلقة جديدة إن شاء الله، والسلام عليكم.